جت بسامحه. طيب هب اني انا سامحتك استاذ رايد، يعني حاشاك، يعني اذيتني في اللقاء من باب الادب، سكت 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 سكت. طيب انا الهدف من السكوت ما هو؟ الحفاظ على العلاقه صح؟ طيب اذا دقيت علي مره ثانيه ساستقبلك؟ حسب شخصيتك لا، لن استقبلك، لان الانسان لا يحب مصدر المه، وانت كنت لي في المره الماضيه مصدر الم، فانا المره الثانيه ساتحاشاك، ويعني ساوجد الاف الاعذار لكي لا اتمم اللقاء بك. طيب السؤال، هل انا حافظت على العلاقه اذن؟ لا. لا. اذن ثمه فرق بين الحفاظ على العلاقه بشكل مؤقت والحفاظ على العلاقه بشكل دائم. ان تكون شخصيه قويه معناها ان تديم علاقاتك مع من يستحق، ان تكون شخصيه ضعيفه ان تقطع علاقاتك الحية وتأخذ علاقات معلبة وقتية سرعان ما تنتهي. جميل. تفرق في الكتاب بين الثقة بالنفس والثقة بالذات، وعلى ما أذكر أنك ذكرت في بعض